بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرضاع باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت صوت رجل يستاذن في بيت حفصه قالت عائشه فقلت يا رسول الله هذا رجل يستاذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اراه فلانا لعم حفصه من الرضاعه فقالت عائشه يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعه دخل علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وحدثناه أبو كُريب، حدثنا أبو أسامة حا، وحدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهُذلي، حدثنا علي بن هاشم بن البريد، جميعاً عن هشام بن عروة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وحدثنيه اسحاق بن منصور: اخبرنا عبد الرزاق، اخبرنا ابن جريج، اخبرني عبد الله بن ابي بكر بهذا الاسناد مثل حديث هشام بن عروة. باب تحريم الرضاعه من ماء الفحل حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه انها اخبرته ان افلح اخا ابي القعيس جاء يستاذن عليها وهو عمها من الرضاعه بعد ان انزل الحجاب قالت فابيت ان اذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنعت فامرني ان اذن له علي وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت اتاني عمي من الرضاعه افلح بن ابي قعيس فذكر بمعنى حديث مالك وزاد قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال تربت يداك أو يمينك. وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعدما نزل الحجاب. وكان ابو القعيس ابا عائشه من الرضاعه قالت عائشه فقلت والله لا اذن لافلح حتى استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان ابا القعيس ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امراته قالت عائشه فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علي فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذني له قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب وحدثناه عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد جاء افلح اخو ابي القعيس يستاذن عليها بنحو حديثهم وفيه فانه عمك تربت يمينك وكان ابو القعيس زوج المراه التي ارضعت عائشه وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت جاء عمي من الرضاعه يستاذن علي فابيت ان اذن له حتى استامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ان عمي من الرضاعه استاذن علي فابيت ان اذن له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك عمك قلت انما ارضعتني المراه ولم يرضعني الرجل قال انه عمك فليلج عليك وحدثني ابو الربيع الزهراني حدثنا حماد يعني بن زيد حدثنا هشام بهذا الاسناد ان اخا ابي القعيس استاذن عليها فذكر نحوه وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال استأذن عليها أبو القعيس وحدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد، فرددته قال لي هشام إنما هو أبو القعيس فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك، قال فهلا أذنت له تربت يمينك أو يدك حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث، حا وحدثنا محمد بن رمح اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عراك عن عروه عن عائشه انها اخبرته ان عمها من الرضاعه يسمى افلح استاذن عليها فحجبته فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تحتجبي منه فانه يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا ابي حدثنا شعبه عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروه عن عائشه قالت استاذن علي افلح بن قعيس فابيت ان اذن له فارسل اني عمك ارضعتك امراه اخي فابيت ان اذن له فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: ليدخل عليك فإنه عمك. باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي بكر. قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي. قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال وعندكم شيء؟ قلت نعم بنت حمزه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انها لا تحل لي انها ابنه اخي من الرضاعة. وحدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم عن جرير: حا وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي حا، وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. وحدثناه زهير بن حرب، حدثنا يحيى وهو القطان، حا، وحدثنا محمد بن يحيى بن مهران القطعي، حدثنا بشر بن عمر، جميعا عن شعبة حا وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بإسناد همام سواء، غير أن حديث شعبة انتهى عند قوله: ابنة أخي من الرضاعة، وفي حديث سعيد: وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي رواية بشر بن عمر سمعت جابر بن زيد وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة؟ أو قيل: ألا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب؟ قال: إن حمزة أخي من الرضاعة. باب تحريم الربيبة وأخت المرأة: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، أخبرنا هشام، أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان، قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال: أفعل ماذا؟ قلت: تنكحها، قال: أوتحبين ذلك؟ قلت لست لك بمخليه واحب من شركني في الخير اختي قال فانها لا تحل لي قلت فاني اخبرت انك تخطب دره بنت ابي سلمه قال بنت ام سلمه قلت نعم قال لو انها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي انها ابنه اخي من الرضاعه ارضعتني واباها ثويبه فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن وحدثنيه سويد بن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حا وحدثنا عمرو الناقد حدثنا الأسود بن عامر أخبرنا زهير كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد سواءً وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب ان محمد بن شهاب كتب يذكر ان عروه حدثه ان زينب بنت ابي سلمه حدثته ان ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انكح اختي عزه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتحبين ذلك فقالت نعم يا رسول الله لست لك بمخليه واحب من شركني في خير اختي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان ذلك لا يحل لي قالت فقلت يا رسول الله فانا نتحدث انك تريد ان تنكح دره بنت ابي سلمه قال بنت أبي سلمة قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وحدثنيه عبد الملك بن شعيب بن الليث: حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل بن خالد حا، وحدثنا عبد بن حميد، أخبرني يعقوب بن إبراهيم الزهري، حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم، كلاهما عن الزهري بإسناد ابن أبي حبيب عنه، نحو حديثه، ولم يسم أحد منهم في حديثه عزه غير يزيد بن أبي حبيب. باب في المصة والمصتين. حدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حا، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا إسماعيل، حا، وحدثنا سويد بن سعيد، حدثنا معتمر بن سليمان، كلاهما عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال سويد وزهير: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة والمصتان. حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم، كلهم عن المعتمر واللفظ ليحيى. أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحدثة رضعة أو رضعتين فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان قال عمرو في روايته عن عبد الله بن الحارث بن نوفل وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ حا وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتاده عن صالح بن أبي مريم أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن ام الفضل انا رجلا من بني عامر بن صعصعه قال يا نبي الله هل تحرم الرضعه الواحده قال لا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل حدثت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان". وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد، أما إسحاق فقال: كرواية ابن بشر. أو الرضعتان أو المصتان. وأما ابن أبي شيبة فقال: والرضعتان والمصتان. وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا بشر بن السري، حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن أم الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. حدثني أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا حبان، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحرم المصه؟ فقال لا. باب التحريم بخمس رضعات حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمره عن عائشه انها قالت كان فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرا من القران حدثنا عبد الله بن مسلمه القعنبي حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمره انها سمعت عائشه تقول وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعه قالت عمره فقالت عائشه نزل في القران عشر رضعات معلومات ثم نزل ايضا خمس معلومات وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرتني عمره انها سمعت عائشه تقول بمثله باب رضاعه الكبير حدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه قالت جاءت سهله بنت سهيل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني ارى في وجه ابي حذيفه من دخول سالم وهو حليفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه قالت وكيف ارضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت انه رجل كبير. زاد عمر في حديثه: وكان قد شهد بدرا. وفي روايه ابن ابي عمر: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي ومحمد بن ابي عمر جميعا عن الثقفي. قال ابن ابي عمر: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن القاسم عن عائشه ان سالما مولى ابي حذيفه كان مع ابي حذيفه واهله في بيتهم فاتت تعني ابنه سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وانه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبره أن عائشة أخبرته أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، وعلم ما يعلم الرجال. قال: أرضعيه تحرمي عليه. قال: فمكثت سنة أو قريبا منها، لا أحدث به وهبته. ثم لقيت القاسم فقلت له: لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد. قال: فما هو؟ فأخبرته. قال: فحدثه عني أن عائشة أخبرتنيه. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن حميد بن نافع عن زينب بنت ام سلمه قالت قالت ام سلمه لعائشه انه يدخل عليك الغلام الايفع الذي ما احب ان يدخل علي قال فقالت عائشه اما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه قالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب اخبرني مخرمه بن بكير عن ابيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت ابي سلمه تقول سمعت ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشه والله ما تطيب نفسي ان يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعه فقالت لم قد جاءت سهله بنت سهيل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله اني لارى في وجه ابي حذيفه من دخول سالم قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضعيه فقالت انه ذو لحيه فقال ارضعيه يذهب ما في وجه ابي حذيفه فقالت والله ما عرفته في وجه ابي حذيفه حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني ابي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب انه قال اخبرني ابو عبيده بن عبد الله بن زمعه ان امه زينب بنت ابي سلمه اخبرته ان امها ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ابى سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخلن عليهن احدا بتلك الرضاعه وقلن لعائشه والله ما نرى هذا الا رخصه ارخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصه فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا باب إنما الرضاعة من المجاعة حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قال قالت عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه قالت فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة قالت فقال انظرن إخوة كن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي، قال جميعا حدثنا شعبة، حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حا، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، جميعا عن سفيان، حا، وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا حسين الجعفي. عن زائدة كلهم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسناد أبي الأحوص كمعنى حديثه، غير أنهم قالوا: من المجاعة. باب جواز وطئ المسبية بعد الاستبراء، وإن كان لها زوج فسخ نكاحها بالسبي. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري، حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن صالح ابي الخليل عن ابي علقمه الهاشمي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا الى اوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم واصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله عز وجل في ذلك: "والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن". وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتاده عن ابي الخليل ان ابا علقمه الهاشمي حدث ان ابا سعيد الخدري حدثهم ان نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سريه بمعنى حديث يزيد بن زريع غير انه قال إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم ولم يذكر إذا انقضت عدتهن وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد نحوه وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل. عن أبي سعيد قال: "أصابوا سبيا يوم أوطاس لهن أزواج فتخوفوا، فأنزلت هذه الآية: "والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم". وحدثني يحيى بن حبيب: "حدثنا خالد يعني بن الحارث، حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. باب الولد للفراش وتوقي الشبهات. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، حا، وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة، عن عائشة أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعه في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن اخي عتبه بن ابي وقاص عهد الي انه ابنه انظر الى شبهه وقال عبد بن زمعه هذا اخي يا رسول الله ولد على فراش ابي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبهه فراى شبها بينا بعتبه فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قالت فلم ير سودة قط، ولم يذكر محمد بن رمح قوله يا عبد. حدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبة وعمر الناقد. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، غير أن معمرًا وابن عيينة في حديثهما: الولد للفراش، ولم يذكرا، وللعاهر الحجر. وحدثني محمد بن رافع، وعبد بن حميد، قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وحدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري اما ابن منصور فقال عن سعيد عن ابي هريره واما عبد الاعلى فقال عن ابي سلمه او عن سعيد عن ابي هريره وقال زهير عن سعيد او عن ابي سلمه احدهما او كلاهما عن ابي هريره وقال عمرو حدثنا سفيان مره عن الزهري عن سعيد وابي سلمه ومرة عن سعيد أو أبي سلمة، ومرة عن سعيد عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر. باب العمل بإلحاق القائش الولد. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح، قالا أخبرنا الليث حا، وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق اسارير وجهه فقال الم تري ان مجززا نظر انفا الى زيد بن حارثه واسامه بن زيد فقال ان بعض هذه الاقدام لمن بعض وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابو بكر بن ابي شيبه واللفظ لعمرو قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشه الم تري ان مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة، قد غطيا رؤوسهما، وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وحدثناه منصور بن أبي مزاحم، حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري، عن عروة عن عائشة قالت: دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد. وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأعجبه، وأخبر به عائشة. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس حا، وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري بهذا الإسناد بمعنى حديثهم، وزاد في حديث يونس: "وكان مجزز قائفا." باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن حاتم، ويعقوب بن إبراهيم. واللفظ لابي بكر قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن ابي بكر عن عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابيه عن ام سلمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمه اقام عندها ثلاثه وقال انه ليس بك على اهلك هوان ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ام سلمه واصبحت عنده قال لها ليس بك على اهلك هوان ان شئت سبعت عندك وان شئت ثلثت ثم درت قالت ثلث وحدثنا عبد الله بن مسلمه القعنبي حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن ابي بكر عن ابي بكر بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ام سلمه فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع وللسيب ثلاث. وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو ضمرة عن عبد الرحمن بن حميد بهذا الإسناد مثله. حدثني أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا حفص يعني بن غياث عن عبد الواحد بن ايمن عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ام سلمه ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وذكر اشياء هذا فيه قال ان شئت ان اسبع لك واسبع لنسائي وان سبعت لك سبعت لنسائي حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثة، قال خالد: ولو قلت إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال: السنة كذلك. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال من السنة أن يقيم عند البكر سبعة قال خالد ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم باب القسم بين الزوجات وبيان ان السنه ان تكون لكل واحده ليله مع يومها حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا شبابه بن سوار حدثنا سليمان بن المغيره عن ثابت عن انس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوه فكان اذا قسم بينهن لا ينتهي الى المراه الاولى الا في تسع فكن يجتمعن كل ليله في بيت التي ياتيها فكان في بيت عائشه فجاءت زينب فمد يده اليها فقالت هذه زينب فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا واقيمت الصلاه فمر ابو بكر على ذلك فسمع اصواتهما فقال اخرج يا رسول الله الى الصلاه وحث في افواههن التراب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشه الان يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء ابو بكر فيفعل بي ويفعل فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته اتاها ابو بكر فقال لها قولا شديدا وقال اتصنعين هذا باب جواز هبتها نوبتها لضرتها حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت ما رايت امراه احب الي ان اكون في مسلاخها من سوده بنت زمعه من امراه فيها حده قالت فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. قالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عقبة بن خالد حا وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا الأسود بن عامر، حدثنا زهير حا، وحدثنا مجاهد بن موسى، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا شريك، كلهم عن هشام بهذا الإسناد، أن سودة لما كبرت بمعنى حديث جرير، وزاد في حديث شريك، قالت: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. حدثنا أبو كُريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه، عن عائشة قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول: وتهب المرأة نفسها، فلما أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت؟ قالت قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه، عن عائشة أنها كانت تقول: أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله عز وجل: "ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فقلت إن ربك ليسارع لك في هواك". حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم، قال محمد بن حاتم: حدثنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازه ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف فقال ابن عباس هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا فانه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحده قال عطاء التي لا يقسم لها صفيه بنت حيي بن اخطب حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن ابن جريج بهذا الاسناد وزاد قال عطاء كانت اخرهن موتا ماتت بالمدينه باب استحباب نكاح ذات الدين حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله اخبرني سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء، أخبرني جابر بن عبد الله، قال تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر تزوجت قلت نعم قال بكر ام ثيب قلت ثيب قال فهلا بكرا تلاعبها قلت يا رسول الله ان لي اخوات فخشيت ان تدخل بيني وبينهن قال فذاك اذن ان المراه تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك. باب استحباب نكاح البكر حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا ابي، حدثنا شعبة عن محارب عن جابر بن عبد الله قال: تزوجت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت؟ قلت: نعم، قال: أبكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا قال فأين أنت من العذارى ولعابها؟ قال شعبة: فذكرته لعمرو بن دينار، فقال: قد سمعته من جابر، وإنما قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني، قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار. عن جابر بن عبد الله أن عبد الله هلك وترك تسع بنات، أو قال سبع، فتزوجت امرأة ثيبا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر تزوجت؟ قال: قلت نعم، قال: فبكر أم ثيب؟ قال: قلت: بل ثيب يا رسول الله، قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ او قال تضاحكها وتضاحكك قال قلت له ان عبد الله هلك وترك تسع بنات او سبع واني كرهت ان اتيهن او اجيئهن بمثلهن فاحببت ان اجيء بامراه تقوم عليهن وتصلحهن قال فبارك الله لك او قال لي خيرا وفي روايه ابي الربيع تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نكحت يا جابر؟ وساق الحديث الى قوله: امرأة تقوم عليهن وتمشطهن، قال: اصبت، ولم يذكر ما بعده. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه فلما اقبلنا تعجلت على بعير لقطوف فلحقني راكب خلفي فنخس بعيري بعنزه كانت معه فانطلق بعيري كاجود ما انت راى من الابل فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يعجلك يا جابر قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس فقال أبكرا تزوجتها أم ثيبا قال قلت بل ثيبا قال هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك قال فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى ندخل ليلى أي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال: وقال إذا قدمت فالكيس الكيس. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي، حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه فابطا بي جملي فاتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر قلت نعم قال ما شانك قلت ابطا بجملي واعيا فتخلفت فنزل فحجنه بمحجنه ثم قال اركب فركبت فلقد رايتني اكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتزوجت فقلت نعم فقال ابكرا ام ثيبا فقلت بل ثيب قال فهلا جاريه تلاعبها وتلاعبك قلت ان لي اخوات فاحببت ان اتزوج امراه تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن قال اما انك قادم فاذا قدمت فالكيس الكيس ثم قال اتبيع جملك قلت نعم فاشتراه مني باوقيه ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمت بالغداه فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد فقال الان حين قدمت قلت نعم قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين قال فدخلت فصليت ثم رجعت فأمر بلالا أن يزن لي أوقية فوزن لي بلال فأرجح في الميزان قال فانطلقت فلما وليت قال أدع لي جابرا فدعيت فقلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه فقال خذ جملك ولك ثمنه حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر قال: سمعت أبي حدثنا أبو نظرة عن جابر بن عبد الله، قال: كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا على ناضح، إنما هو في أخريات الناس، قال: فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: نخسه، أراه قال: بشيء كان معه. قال: فجعل بعد ذلك يتقدم الناس، ينازعني حتى إني لأكفه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك. قال: قلت هو لك يا نبي الله. قال: أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك. قال: قلت هو لك يا نبي الله. قال: وقال لي: اتزوجت بعد ابيك قلت نعم قال ثيبا ام بكرا قال قلت ثيبا قال فهل لا تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها قال ابو نضره فكانت كلمه يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك باب خير متاع الدنيا المراه الصالحه حدثني محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوه اخبرني شرحبيل بن شريك انه سمع ابا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المراه الصالحه باب الوصية بالنساء. وحدثني حرملة بن يحيى: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب: حدثني ابن المسيب عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة كالضلع، إذا ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج. وحدثنيه زهير بن حرب وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن ابن اخي الزهري عن عمه بهذا الاسناد مثله سواء حدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر واللفظ لابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها". وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي عن زائدة، عن ميسرة عن أبي حازم، عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فاذا شهد امرا فليتكلم بخير او ليسكت واستوصوا بالنساء فان المراه خلقت من ضلع وان اعوج شيء في الضلع اعلاه ان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج استوصوا بالنساء خيرا وحدثني ابراهيم بن موسى الرازي حدثنا عيسى يعني بن يونس حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن ابي انس عن عمر بن الحكم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي منها اخر او قال غيره وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثنا عمران بن أبي أنس، عن عمر بن الحكم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو اسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن انثى زوجها الدهر